رئيس شركة غني ووسيم بيمتلك شركة لصنع السيارات الفخمة وأشهر رجل أعمال في مدينته. أما بطلتنا يوان فهي فتاة لطيفة ويتيمة توفت أمها من لما كانت صغيرة، واضطرت إنها تعيش مع زوجة أبوها الشريرة في نفس البيت. فبيبدأ أحداث مسلسلنا لما بيكون بطلنا كاي راجع للبيت وهو شارب كتير، فبيجي لعند بطلتنا يوان وبيحاول يخنقها. بتصحى وبتدفعه: انت شو بتسوي هون؟ مر سنتين عزوجنا ولساتك بتفكر تتزوج باختي مايا؟ على فكرة اختها من زوجة ابوها، ما عندك الحق لتعاملني بسوء، انا ما اجبرتك تتزوجني. شو بتحكي؟ انت السبب، لو ما كنت وقعتيني هداك اليوم في فخك ما كنت رح اتزوجك، بس انا ما سويت شي صدقني، بتفكري رح اصدقك؟ خلونا نعرف على ايش بيحكوا. قبل سنتين بتصحى بطلتنا وما بتعرف شو صار معها البارح، فبيعرفوا الصحافة بمكان كاي وبيضلوا يصوروهم وبيسألوها أسئلة كتير: كيف قدرت تسوي هالشي؟ وكاي بيحب أختها مايا وبكرة بيكون زواجهم. فبينتشر الخبر بسرعة وبيعرف أبوه وبيعصب منه كتير، فلهيك أبوه أجبره أنه يتزوجها ليحافظ على سمعة الشركة، وبيفكر أنه هي يلي خططت لهداك اليوم ليتزوجها. بتفكري رح اقبل اتزوج بنت سيئة مثلك؟ وبيدفعها، وبكرة بتطلب منه انه يعاملها على الاقل بلطف لانها زوجته، بس هو بيهينها وبيحكي لها انه ما رح يعتبرها زوجته ولانه بيكرهها كتير وبده ينتقم منها. فبتطلب منه انه يطلقها وانها رح تتحمل المسؤولية كل شي حيصير. فبيرد عليها: انت ما عندك الحق لتقرري شو رح اسوي، انت ما بدك، طيب اتركني اعيش حياتي وانت روح اتزوج بحبيبتك، مو انت اللي بتقرري مين رح اتزوج. فبيجي للشركة وبتخبره سكرتيرته انه يوان ارسلت له وثيقة للطلاق ليوقعها وبيعصب كتير. فبيجي لعند صديقه: كيف هي زوجتك؟ ما تسألني عليها. ومعصب كتير: ليش بتحكي هيك؟ الكل بيحكي انها بتحبك لأكثر من 11 سنة، هي ما بتحبني، بتحب بس مصاري ومو أكتر. فبتنتظر صديقتها في المطعم وهي شاردة وبتفكر ومسكينة حزينة كتير، وبتخبرها انها رح تتطلق من كاي وبتنصدم: ليش رح تتطلقي منه؟ انت بتحبيه من لما كنت صغيرة وكان بدك تتزوجيه كمان في الماضي، بس هو الحين تغير كتير وصار بيكرهني كمان، وجرحت له انه انا ما خطط لهداك اليوم، بس هو لساته ما بيصدقني. انا متأكدة انه كاي بحبك مثله، رح اتكلم معاه مشان يصدقك، لا ما بدي تتعرضي للمشاكل بسببي، بشكرك. فبتجي لبيت أبوها وبتسمع أختها بتطلب من أبوها يعطيها كل ممتلكاته، وزوجة أبوها بدها كمان تاخد ممتلكات بطلتنا، وبتخبر أبوها ما يعطيها ولا دولار واحد لأنها ربتها من لما كانت صغيرة. فطبعا أبوها بيحب مايا أكتر منها فبيوافق بسرعة، وبتضل أختها بتهين أم بطلتنا المتوفية وبتحكي عليها إنها كانت بس مجرد خادمة عندهم ومش أكتر من هيك، وبتطلب منه يكتب كل أملاكه بسرعة لتتزوج من كاي ويطلق يوان منه. فبتحكي أمها لإلها تنتظر لتخطط في خطة جديدة ليزيد غضب بطلنا منها ويطلقها. وبتحزن يوان لأنها عرفت أخيرا إنه زوجة أبوها شريرة، وكمان أبوها يلي كانت بتعامله بلطف خططوا ليزوجوها مشان يتخلصوا منها مشان المصاري، وكمان زوجها يلي بتحبه ما بيصدق كلامها. فبتشعر انها وحيدة وما في حدا ضل جنبها، فبتحاول تنهي حياتها وبيجيها اتصال من كاي: لو بدك اوقع على الطلاق تعالي للشركة. وبتغير رأيها وبتحكي له: ما رح اتطلق منك مشان تتزوج بشخص ما يستاهل حبك وتاخد مكاني، فهذا مستحيل اوافق، مستحيل اوافق تكونوا مع بعض، انت كيف تتجرأي تغير رأيك بسرعة؟ وبتسكر الخط.
فتتصل أختها لتعزم ويتعشى معها. اليوم عيد ميلادها وبيوافق، وبترسل لها رسالة لها بتحكي فيها لو ما اجيت اليوم من المطعم على الساعة 8 مساء رح تندمي لأنك ما اجيتي. فبدلتنا ما عندها خيار تاني إلا إنها توافق. فبيوصل كاي حتى يوان وبتشوفهم مع بعض. عيد ميلاد سعيد، بشكرك، لازم تشكريني لأنه زوجي رح يدفع الفاتورة اليوم. وبتمثل قدامه إنها ضايقة من حكيها. أنت تزوجتي الحين وممتلكات عيلتك ما عندك الحق لتاخديها. ايه عندك الحق، لأنك أنت وأمك بدكم تاخدوهم كلهم. بعرف إنه هذا غالي، رح أعطيك إياه كهدية. أنت كان بدك تشوفيني، شو الحين أنت سعيدة؟ يوان يعتذري منها وبترفض. أنا بخير بس ما بعرف ليش هي بتكرهني. أنت اللي بتكرهيني، ما رح أعتذر منك. وبيسحبها مع على سيارته. اتركني، لوين بدك تاخدني؟ روح لعند حبيبتك فأنا بكرهك. وبيعصب وبيسوق سيارته بسرعة وبياخدها لهالمكان. شو بدك؟ أنا زوجك، هل نسيتي؟ وبيحاول يضايقها. وبيتصل به أبوها وبيقول إنه أختها ما هي في خطر وهي الحين في المستشفى. شو صار؟ ليش خايفه كأنه هي ماتت؟ هما بس بيكتبوا عليك فهي بخير. بتضلني رح أصدق كلامك؟ وحدة مثلك كيف تقدري تحكي على حبيبتي بهاي الطريقة؟ وبيوقف السيارة وبيطردها منها. وبتشعر بالدوخة وبتجي للمستشفى، ولما بتشوف الفحوصات بتنصدم انها حامل وعندها توأم. وما بتعرف شو تسوي، هل تفرح ولا تحزن، لانه اب اطفالها بيكرهها كتير وهدف الوحيد انه ينتقم منها. فبتقرر تعتني بهم لوحدها. وبيوصل للمستشفى، انقذناها في الوقت المناسب، كان بدها تتخلص من حالها. هي حكت انك ما بتحبها وبدك تتخلى عليها. كاي اسمع، لو صار شيء لبنتي مايا ما رح اسامحك. وبترجع للبيت وبتطبخ الاكل. من اليوم يلي تزوجنا ما اكلنا ولا وجبة مع بعض، بتمنى في المستقبل لما يكون عندنا اطفال ناكل مع بعض. وبتتصل بيه، كاي تعال للبيت لتاكل، عندي شيء بدي اخبرك يا مايا. لساتها ما استيقظت، ما رح ارجع للبيت، بس انا عندي شيء مهم كتير، ما بدي اسمع اي شيء منك. لو ما اجيت للبيت رح اروح عندك للمستشفى. وبيوصل وما بيهتم بيها. كاي وقت الغداء، ما بدي، بعد شوي رح أغادر ورح نتطلق بكرة. شو حكيت؟ وكانت رح تخبره إنها حامل. وبتحزن لأنه بيعاملها هيك وبينزل. بدي أتكلم معك في شي مهم، لا تروح. وما بيسمع حكيها. فبتلحقوا للمستشفى وبتسأل على رقم غرفة أختها وبيشوفها صديقها الطبيب. انت بخير؟ شو بتسوي هون؟ اجيت اشوف مايا. وبتضل تدور على الغرفة. هي منيحة، هي بس بتكذب، امها هون رح تعتني بيها. انت ليش معها؟ انا زوجتك، لازم تضل معي، بس قريبا رح اطلقك ورح اتزوج من مايا. وزوجة ابوها بتمثل عليه. هي ما بتهتم بأختها وبتفكر بس بحالها. ولما كانت صغيرة كانت بتحب دائما تاخد أشياء مايا. انت ما بتخجل على حالك، كلياتكم قاسين معي، انت ما بتعرفها، هي بس بتمثل عليك. وكمان هداك اليوم هي يلي خططت له. وبيصفعها أبوها، أختك مريضة وأنت بتهينيها، اطلعي من هون، أنت بتكرهيها من لما كنت صغيرة ونسيتي أنه أمها اعتنت بيك كتير، اطلعي، أنا ما عندي غير ابنة واحدة وهي مايا. كاي كلياتهم خططوا مع بعض، مو بس هي، وكمان هددوا أبوك وطلبوا منه 10 ملايين مشان يحافظوا على سمعة الشركة. لو ما صدقني روح اسأل أبوك. كاي انت دائما كنت بتلومني واني منعتك تتزوج منها، انت عمرك ما فكرت بسعادتي. وبتبدأ تنزف. شو صار معاكي؟ وبتتألم وبتخبره انها حامل. ليش ما خبرتيني؟ انت ما وافقت تسمعني. وبيحملها. لو صار شيء للطفل هتطلق منك يا دكتور، بليز انقذ زوجتي. وبيندم على معاملته لإلها. انقذ اطفالي، ما تخافي رح اسوي كل اللي بقدر عليه. انت زوجة المريضة، لازم توقع على الاوراق، فالعملية رح تأثر على المريضة كتير واحتمال ما رح تقدر تصير حامل مرة تانية. وبيوافق على العملية وبيوقع على الاوراق لينقذ حياتها.
كاي روح تشوف مايا، الطبيب حكى انه صحتها مانها منيحة، كل هالشي بسبب يوان، هي بتكذب عليك ما تصدقها. انا بعرف شو رح اصدق ومين ما رح اصدقه، فانتي سبب في موت طفلي. مين خبرك انه هو طفلك؟ كيف بتقدري تحكي عليها هيك؟ ما بسمح لك تأذي زوجتي مرة تانية، وما رح انسى شو سويتي ورح انتقم منك. Just to know what you knew Christmas every time. المريضة بتحتاج الدم وفصيلة دمها نادرة، لازم تنقذ زوجي مهما صار. لو ما تعرفت عليك يوان ما كانت رح تعاني هيك، فبتخبره انها رح تتبرع بالدم بشرط انه يطلقها ويتزوج بيها، وبيضطر يوافق، وبتصحى وبتكون معها كي يطلق منك، وهاي هي شهادة طلاقكم. كنت بعرف انه في يوم رح يوافق، غادري ما بدي اشوفك. وبتضل تستفزها بكلامها انها ما ضلت حامل وقريبا رح تتزوج بكاي، وبيجي صديقها الطبيب وبيطردها. يوان لا تخافي، انت لساتك حامل بطفل واحد والتاني فقدتيه، فبتطلب منه انه ما يخبر ولا احد بهالموضوع مشان ما تاخد زوجة ابوها الطفل منها، وبتقول له انه الطفل الوحيد يلي ضل معها في هذا العالم وبدها تحافظ عليه، وبتترجاه ياخدها لمكان امن مشان ما يشوفوها. وبتترك له الخاتم الزواج ووثيقة الطلاق، وبيدور عليها وما بيلاقيها. سيدي تأكدنا من اسمها في المطار وما لقيناه، احتمال ما تكون سافرت، بدي تدوروا عليها وتلاقوها بسرعة. لوين رحتي وتركتيني هيك؟ انت مو قلتي لي انك بتحبيني من 11 سنة؟ ليش اختفيتي يا يوان؟ وبيتذكر ذكرياته معها من لما كانوا صغار وكيف كانت بتهتم بيه. ليش لساتني بفكر فيها؟ فبيجي مع أخت بطلتنا مايا. كاي سمعت إنه بعد ما طلقت يوان تركتك، هل هذا الشيء صحيح؟ لا تحزن أنا معك، هي لساتها أنانية وما بتهتم بيك، ما تذكري اسمها قدامي ما بدي اسمعه. أفضل شيء سويته أنك طلقتها، أنا مخبرتك ما تتكلمي عليها، عندي شغل باي، انتظر أنا آسفة. وبروح، يمكن بلش يحبها، مستحيل اسمح بهالشي، انت قدرتي تختفي، فأنا كمان رح انساكي. وبيرجع للبيت وبيضل يفكر فيها. يوان بقدر أعيش بدونك بعد ما رحتي. وبكرة بيجي عند أبوه، انت هون غريب، دائما بتصل بيك وما بتجي. مو هيك، بكون مشغول رح أساعدك، مو داعي، انت رئيس شركة، كيف تقدر تعتني بالنباتات؟ هاي النباتات مثل البشر، كل يوم لازم نعتني بيها لتكبر، ولو أهملتها رح تدبل في الأخير وتموت. كنت بكرهك وأهملتك كمان، هل رح تسامحيني؟ تعال معي ناكل مع بعض. ابني انا ما بحب ادخل في حياتك، شو رح تسوي بعد ما طلقت؟ بقدر اتعامل مع مشاكلي، بس الظاهر انه الطلاق اثر عليك كتير، وكمان الشركة خسرت كتير عملاء، انت يلي اجبرتني اتزوجها بعرف، بس الحين لازم تنساها، فانت ما بتحبها من البداية، والاهم انها ما رح تقدر تصير حامل مرة تانية. مين رح يقدر يتزوجها؟ ابي. مين خبرك بهالشي؟ ما بنعرف، يمكن تصير حامل مرة تانية. لا تفكر فيها وفكر الحين بالشركة. لا تخاف يا أبي، بكرة رح يصير اسمي ترند في كل الجرائد. شو بتقصد؟ انت الحين بتغلق على الشركة، بكرة رح أكون مع بنت مشهورة وأصير ترند على الجرائد، فهاي الشائعات رح تساعد في ظهور شركتنا في الأخبار ويعرفوها عملاء كتير. انت مجنون؟ أبي عندي شغل في الشركة رح أروح، بتفكر رح أصدق كلامك؟ وبالفعل طلعت الشائعات عليهم في الأخبار أنه كان في الفندق مع ممثلة مشهورة، وكمان قررت تكون الوجه الإعلاني لشركة بطلنا، وبسبب هالشي ازدادت أسهم شركته وشهرته كمان. يا رئيس هل الشائعات صحيحة؟ انت بالفعل بتواعد الحين الممثلة المشهورة؟ وبروح لسيارته، مر سنتين على طلاقنا، وين رحتي يا غبية؟ مزعت أمها. احتمال تكون هي هنيك، ليش ما فكرت في هالشي من قبل؟ كاي مر سنتين انت ويوان ما اجيتوا للمزرعة، شو صار معكم؟ ما صار شي يا عمي، كمل عملك رح ادخل للبيت. وبيشوف رسائلها جنب صورة امها، كتبتها من لما كانت في الثانوية، فبتحكي فيها انه كان بيكون وسيم كتير لما بيلعب كرة السلة وكأنه ايدول وبحبه اكتر، بس هو ما بيحبني، وفي بعض الاوقات بتمنى انه حتى هو يجي يوم يحبني واضل دائما معه.
وفي يوم كانت العاصفة كتير قوية في المدينة، وكنت خايفة كتير عليه إنه يموت، وأنقذت حياته. بس لما رحت للمستشفى خبروني إنه مايا هي اللي أنقذته، وبدل ما يدور علي بدأ يواعدها. يوان أنقذت حياتي، ومايا كذبت علي وبينهار وقلبه بيوجعه وبيبدأ يبكي عليها. وبتجي مايا، انت بتوعد الممثلة، هل هذا شيء صحيح؟ مو دخلك، انت وعدتني انك رح تتزوجني بعد ما تطلق يوان، مستحيل تاخدي مكان يوان، ابتعدي مني، 11 سنة وهي بتحبني، وانا ما كنت بعرف، لازم الاقيها مهما كان الثمن، بدي اياك تدور عليها، ما تخاف، اترك هالشيء لإلي. وبيلتقي بصديقتها، خبريني وين ناحت يوان؟ هي بتتكلم معاكي، لا، انا كمان ما بعرف، بس انت صديقتها الوحيدة، كيف ما بتعرفي؟ واخوكي الطبيب وينه؟ ما بعرف. على فكرة اخوها لهاي البنت هو صديق بطلتنا، وهو كمان الطبيب اللي سوى العملية لبطلتنا. لو ما خبرتيني رح اطرد كل العملاء من مطعمك. الشيء الوحيد اللي بعرفه انه يوان راحت مع اخي، وما بعرف وينهم الحين. وبروح، هي راحت مع الطبيب شين، بس هي ما بتحبه، يمكن صارت بتحبه هو. مستحيل، الكل بيعرف انها بتحبك انت، بس انت ما اهتميت بيها في الماضي. شين في الثانوية كان بيحاول يقترب منها دايما، والحين بسببك صاروا مع بعض. وأبوها لبطلتنا شركته بتواجه كتير مشاكل وعليهم كتير ديون. لا تخاف أبي، ليش ما بتبيع المزرعة أم يوان؟ كنت رح أبيعها، بس كاي ما وافق. روحي تكلمي مع كاي، فهو بيحبك، يمكن يوافق. طيب رح اتكلم معه. وبيجيه اتصل من صديقه، شو صار؟ عندي معلومات صادمة عن يوان، فاستعد لتسمعها. شو بتقصد؟ لقيت انه يوان والطبيب شين غيروا هويتهم وراحوا لامريكا، كما انهم تزوجوا. انتشر خبر وفاتها هي وطفلها يلي عمره سنتين بسبب حادثة سير. هي فقدت الجنين من لما اتطلقنا، كيف يمكن يكون عندها الطفل الحين؟ ما بصدق انها ماتت. كاي هي غادرت بعد سنتين وتسعة اشهر، يمكن يكون أبو هو الشين مو أنت. وبيطلب منه يشوف جدتها ليتأكد. كاي، خبر موتها صحيح، سيارتها غرقت في البحر. في نظركم هل بطلتنا رح تكون ماتت؟ الكل يكتب رأيه في التعليقات. وبياخذوا للمكان اللي سوت فيه الحادث. كيف تقدري تتزوجي من شخص غيري؟ مو حكيتي انك بتحبيني والحين تركتيني لوحدي؟ انت لساتك زوجتي اللي بحبها. وبيجوا لعنده. كاي، ممكن تساعد ابي؟ رح اوافق بس بشرط، مقابل اوافق تبيعوا المزرعة يوان، لازم تعطيني كل اسهمك يلي في الشركة. كاي، كل اسهم مايا صارت ملكك الحين، هاي الاسهم ملك ليوان مو لمايا. بتفكر انه انا ما بعرف انك اخذت كل ممتلكات يوان؟ وابنتك ماتت وانت ما بتعرف يوان ماتت؟ ايه، انت سعيد الحين؟ انت كنتوا بتعاملوا زوجتي بقساوة، بتظن رح اساعدكم الحين؟ شو بدك؟ الحين انا بملك اسهم اكبر في شركتك، والحين صارت ملكي، فلهيك بعد ساعتين رح ابيع شركتك. ليش بتسوي هيك؟ انا ابوها ليوان، نسيت كيف كنت بتعاملها؟ خليني اشرح لك. ما بدي تشرح لي، عندك يوم واحد لتغادر من الشركة. يوان، كل شيء اللي أدوكي في الماضي رح أنتقم منهم، بوعدك. كاي، الجو كتير بارد، ممكن أعيش معاك في بيتك؟ فبيت أبوي الجديد ما حبيته، لو بدك تضلي هون البسي ملابس يوان وما بتوافق. طيب شو رأيك تتصرفي مثلها؟ ليش بتسوي هيك؟ ما تبكي، يوان عمرها ما بقت قدامي، واللي بحبها هي يوان وبس. وبتلبس ملابسها للضل في البيت معها، وبيفكر صديقه إنها يوان، مو هي، هي بس الخادمة. تصرفي مع صديقي باحترام، وبتعصب منه. مايا مو مثل يوان، انت هيك بتعذب حالك. ماتت، روح لمكان لترتاح. وبيسمع صوت الطفل الصغير بيحكي، وبيشوف بطلتنا وبينصدم. انت يوان صح؟ انا ما بحلم، ليش تركتيني بسنتين وانا بدور عليكي؟ ليش رحتي بدون ما تودعيني؟ كاي، انتو اتطلقتوا من زمان، ليش لساتك بتزعجها؟ انت كيف بتتجرأ تاخد زوجتي مني؟ وبيضربه، لا تضرب ابي تشين. وبيتشاجروا مع بعض. توقف كاي، انا كنت بحبك اكتر من حالي، يوان اللي كانت معك ماتت من اليوم اللي اتطلقنا فيه، الحين انت ما بتهمني، انا اللي بهمني انه ابني شيال وشين حبيبي. ما تضل تلاحقني. وبتروح.
سؤال: لو كنت في مكان يوان، هل رح تسامحي بطلنا رغم كل الأشياء يلي سواها في الماضي؟ يلي رح يجاوبوا رح يطلع تعليقاتهم بالفيديو القادم. تين قدر ينشر خبر مزيف على إنه يوان ماتت ليأخذها منك ويضل معاها، وكمان هو أب الطفل وبيتصل بيه بدي أشوفها، شو بدك منها؟ بدي يوان ترجع ورح أنسى كل شي صار. بتفكر رح توافق ترجع لعندك بعد كل اللي صار معاكم؟ الحين هي مبسوطة ومعي وبتحبني كمان، انت شو بتفكر حالك؟ وبسكر الخط عليه وبشوفها مع شياو. يوان بدي احكي معاكي، ما بدي اتكلم معك، انا ما بعرفك. وبيلحقها: شياو حبيبي روح لغرفتك. وبيمسك ايدها: بعد ما رحت كل يوم كريس بفكر فيكي، كان خطأي، ما كنت بصدقك، ممكن ترجعي معي؟ مستحيل، انا الحين متزوجة بتشين، ما رح ارجع لك مهما صار، شين تزوجك لينتقم مني. شو بتحكي؟ هو شخص مو لطيف مثل ما بتتوقعي، هو سرق 30 مليون من شركتي وهرب معي، هو بده يورطك معاه لتدخلي للسجن معاه. بليز صدقيني كاي، لو صار شي لشين ما رح اسامحك. اليوم اللي رحتي ما شفت النوم بعيني، ما رح ارجع لك، انا ما ضليت احبك، ابتعد من طريقي. يوان لو ما رجعتي تشين رح يضل في السجن للابد. وبتروح: بخاف لما يعرف كاي انه شياو ابنه ياخده مني. لا تخافي، طالما انت معي رح اضل احميكي. وبكره بتترك له رساله بتقول انها ما بدها تورطه في مشاكلها، وبتشكره لانه اعتنى بيها كل هالسنين، وبتطلب منه ما يدور عليها. وبيتصل بكاي: شو حكيت ليوان لتغادر وتتركني؟ شو بتقصد؟ لو صار شيء لإلها ما رح اسامحك، انا يلي لازم اخبرك بهالشيء. وبيروح ليدور عليها وبشوفها. I can't walk on the ceiling. Oh yeah. Please لا تروحي، ما بدي تتركيني مرة تانية. ابتعد من أمي، أنا ماني شخص سيء، أنا بس بدي أحميكم، رح أخذكم للفندق. بتحتاجي شيء؟ عندي غطاء شياو في حقيبتي، ممكن تعطيني إياه؟ طيب. وحقيبتها بتفتح بس بكلمة السر: يوان دائما بتستخدم يوم عيد ميلادي، هي لساتها بتستعمله أو لا؟ رح أجربه. وبينصدم وبيضل يفكر فيها. وبيجي الشين لعنده: وين أخذت يوان؟ أنت اللي شرت خبر موتها ولساتك بتتجرأ لتدور عليها؟ هي اللي قررت تبتعد منك، وأنا ساعدتها بس لتتخلص من معاملتك السيئة تجاهها. لو ما كنت كذبت على أبي إنها ما رح تصير حامل مرة تانية، وكمان كذبت على يوان إنه أنا يلي قررت أطلقها، ما كان رح نفترق عن بعد كل هالسنين. سويت هيك لأنك أنت وعيلتك بتعاملوها بقساوة، أنا ندمان كتير وبتمنى يوان تسامحني. بس أنت في نظرك يوان لما رح تعرف بأكاذيبك اللي اخترعتها لتفرقنا عن بعض رح تسامحك؟ بس ابتعد منها، وبوعدك ما رح أخبرها باللي سويته، فأنا ما بدي إياها تتقدم مرة تانية. لو تركتها رح تعتني بيها صح؟ إيه بوعدك، ورح أعامل ابنك شياو كأنه ابني. وبياخدها معه للبيت لأنها ما عندها مكان تاني لتضل فيه، وكاي بيسوي مفاجأة لشياو وبيفرح كتير. بعد ما تركتيه كاي ضل يدور عليك كل يوم وما استسلم، وفي الليل ما كان بيقدر ينام بهدوء. يوان هو تغير كتير صدقيني، ولما عرف انك رح ترجع للبيت فرح كتير وضل الليل كله ليجهز لهاي المفاجأة. شياو وقت النوم تعال معي. بوجهك الحزين هاد بتفكر يوان رح تسامحك؟ طيب شو رح اسوي؟ وبينصحه كيف يتصرف. اولا تعامل معها بلطف، ثانيا اهتم بشياو مشان يحبك وما يخاف منك، ثالثا لازم كل يوم تفطر معهم، وفي الليل بيجي عندها وبيغطيها وبتخاف منه. لا تخافي، من فضلك اطلع من غرفتي. وبتجي عند صديقتها: يوان بتعرفي قديش انا سعيدة لانك رجعتي؟ كيفك انت وابنك الوسيم؟ مناح بشكرك، شو قررت تسوي انت واخي تشين؟ رغم هالسنوات يلي مرت انا بعتبر شين مثل صديق مقرب، وما رح انسى كيف اهتم بي وساعدني مهما صار. بس الحين بتمنى لإله حياة سعيدة وبدي اياه يعيش مع الشخص اللي بيحبه، بس اخي هو الشخص المناسب لإلك،
بدي أطلب منك طلب، ممكن تعتني بتشين؟ بخاف يزعل مني لأني تركته فجأة. لا تخافي، رح اعتني به. أم بيجو لمزرعة أمها. أنا سعيد لأنك هون. هل هذا ابن كاي؟ كتير بيشبهه. إيه هو ابني. عفكرة بطلنا لحد الآن ما بيعرف إنه هو أبوه الحقيقي لشياو. وبيوعد أمها إنه رح يعتني بيوان طول حياته، وبيتأسف لأنه قرأ رسائلها بدون علمها. لا تلمس صورتي. وبتجي مايا. اليوم رح أبيع هذا البيت، بس هذا البيت ملك السيد كاي وهو ما وافق تبيعوه من قبل. وبتنصدم لما بتشوفها. إنتي لساتك عايشة؟ شو معنك سعيدة؟ عندكم دقيقة لتغادروا من هون. ليش بتطرديها؟ هي عندها الحق لتضلهم. بأي حق؟ انقلعي من بيتي بسرعة. بيت أبي الجديد صغير كتير ومانو مريح. ممكن أضل معك؟ مستحيل. كيف تتجرأي تطلبي هالشي؟ ونسيت شو سويتي من قبل؟ مو مرحب بالأشخاص السيئين هون. بشكرك لأنك حافظت على مزرعة أمي. يوان ليش بتخافي مني؟ أبي يقترب منها. بدي أدخل للبيت. وين الطبيب شين؟ في مكتبه. ليش انت هون؟ انت اللي طلبت مني اخبر ابكاي انه يوان ما رح تقدر تصير حامل مرة تانية. شو نسيت بهالسرعة؟ ليش رجعت يوان لهون؟ وهذا الطفل هل هو ابنك؟ ايه اكيد هو ابني. هي ما بتخجل، عندها طفل منك. والحين هي مع كاي. انا مشغول، من فضلك ممكن تغادري؟ لو ضلي نادي ابنك لكاي بأبي شو رح تسوي؟ صراحة لو كنت في مكانك لأخذت يوان والطفل لمكان بعيد كتير عن كاي. أنا ندمان كتير لأني فرقتهم عن بعض كل هالسنين. إنتي اللي أجبرتيني، ما كانوا رح يتطلقوا من بعض. بليز اتركي يوان لحالها وما تأديها. برجعتها لهون رح تاخد مني كاي مرة تانية. إنتي السبب. ما بدي اسمع كلامك الفاضي، اطلعي من مكتبي. وبيطردها. وبيتصل بيها. هل انت بخير؟ انا منيحة، بدي التقي بك اليوم. عيد ميلاد الشياو بكرة، فبدي تختاري معي هدية لأعطيها اياه. وبتوافق. وبيلتقوا في المطعم. وبيشوفهم كاي وبيعصب وبيكون الكافي ساخن. انت بخير؟ وبيجي كاي. ما عجبتك الكافي؟ ما عجبتني. وبيحاول يضايقها. عايش بدكم تحكوا؟ شياو عيد ميلاده بكرة، فنحن بنقرر كيف رح نحتفل معه. ليش ما خبرتيني؟ وانت مين لتحتفل معهم؟ أنا أبوه لشياو، وكنا دائما بنحتفل بكل مناسبات مع بعض، عكسك أنت تماما، عمرك ما أكلت معها ولا وجبة واحدة في الماضي. الظاهر خلصت حكيك، رح نروح. نسيت، ممكن تدفع الفاتورة عوضي؟ فأنا مستعجل. وبروح. اتركني، أنا خبرتك ليش نحن هون، ليش بتسيء الفهم؟ بس هو كان قريب كتير منك، كانت الكافي سخنة، هو بس حاول يساعدني. ليش بشرح لك؟ أصلا ما رح تصدقني. من اليوم رايح أنا يلي رح أعتني بيكي وإحميكي مو تشين. فهمت؟ شين هو أب الحقيقي للشياو، ولو منعته يحتفل بعيد ميلاد طفله فالشياو رح يكرهك أكيد. ولو صار هالشي يوان كمان رح تتخلى عليك مرة تانية. طيب رح اتركه يحتفل معه، وانا شو رح اسوي؟ انت كمان لازم تحتفل معه، فهاي هي فرصتك ليحبك شياو اكتر ويوافق يضل معك دايما. وبيرجع للبيت. شياو بتمنى لك عيد ميلاد سعيد اليوم قبل بكرة. بشكرك يا ابي كاي، رح اعلمك كيف تعزف على البيانو. وبيشتري كعكة عيد ميلاده. بتمنى لك يوم سعيد، رح اروح. لا تروح، دل معنا. طيب رح ألعب معك. وبدل يلعب معه. أول مرة أشوف الشياو سعيد لهالدرجة، ما توقعت رح يحبك كتير. وإنت لساتك بتحبيني؟ أهم. وبيتصل أبوه. أخيراً اتذكرت أنه عندك أب. ليش بتحكي هيك؟ أنا دائماً بفكر فيك. المهم سمعت أنه يوان رجعت وعندها طفل كمان، رح أشرح لك السالفة بعدين. مو داعي، بكرة رح أجي لعندكم. شو ما بدك أجي لعندك؟ لا مو هيك، تعال إمتى ما بدك. يوان كانت مع شين لثلاث سنوات، مستحيل يكون الطفل ابن كاي. هي بدها تخدعكم مشان يكون ابنها وريت الشركة، وكمان هي بتتظاهر أنها لطيفة قدام كاي. بعرف فيك تروحي. وبتضل تفكر كيف رح تواجه أبوه.
لا تخافي من أبي، ما رح اسمح لك تتركيني مرة تانية. هل لازم أخبره بالحقيقة؟ وبيجي أبوه معه هدية، هذا ابن يوان وكمان ابني، وبيعطيه هدية وبناديه ليلعب معه. أبي، خبر إنها ما رح تصير حامل مرة تانية كان مجرد كذب مشان تتركني، وأنا سعيد لإني لقيتها وهذا حفيدك. وبياخد خصلة من شعر شيو. طلع أبوه كتير ذكي، تأكد هل هو طفل كاي؟ سيدي، بس هو بيشبه كتير كاي. وبيجوا لعنده، اشتقتلك كتير يوان، اجلسي لترتاحي، تعال معي. خبرني الطبيب شين انه يوان كانت حامل بتوأم، وتأكدت شيو ابنك انت. وبيفرح كتير. وبتجي لعند صديقتها، وبيكون شيو بيلعب وبيخطفوه. مايا بتتصل بيها. مايا، رح أسوي أي شيء تطلبيه، بليز لا تأذي شياو، روحي للبيت وضبي أغراضك بسرعة. وصديقتها بتخبر كاي بالسالفة، وبتجي وبيلحقها كاي. أنا مو خبرتك تجي لوحدك مايا، أنا آسفة، ما كان لازم أرجع لعند كاي، بترجاكي تعطيني شياو وبوعدك رح أسافر لمكان بعيد وما رح أرجع بليز. أنا بكرهك كتير، أنا بحب كاي من لما كنت صغيرة وسويت كل شيء ليضل معي، بس أنت أخذتيه مني وصار بحبك، مستحيل تكونوا مع بعض، أنا آسفة. وبيمسكها صديقه، الشخص اللي بحبه هو يوان، خذها للشرطة لتتعاقب على فعلتها. يوان، حتى لو رفضتيني أكتر من 100 مرة رح أضل أحبك دايما، بعرف إني عاملتك بسوء في الماضي وأنا آسف كتير ورح أسوي أي شيء لتسامحيني. وبلبسها خاتم زواجهم. وهيك بيكون انتهى مسلسلنا لليوم. بتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك للفيديو، حركة بسيطة منكم بتشجعني كتير. وبس، بحبكم كتير، باي باي.